ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايه لكم بوصفه حلوه قوي، انا بعملها بتميز الحمد لله. يعني هنعمل رز بلبن زي اللي بناكله في اشهر محلات، وانتوا اكيد عارفين الاسماء، وبنعملها احلى واكيد بنظافه، واكيد يعني هكرم حاجتي اللي انا هاكلها. عندي كوبايه، هنعمل رز بلبن على فكره، احسن اكون نسيت ان انا قلت لكم هنعمل رز بلبن، بس بتركات وطريقه مختلفه يمكن ما شفتهاش عند حد تاني. هنعمل رز بلبن، دي كوبايه ونص رز ابيض مصري عادي جدا، ودول 3 كوبايات ميه. هننزل بالرز الاول، تمام بالشكل ده، وهنزل بعد كده الميه. انا مش هعمل اي حاجة غير انه هنزل المية على الرز، ولو احتاجتي شوية مية كمان ممكن تحطي كوباية كمان. هنروح على البوتاجاز وهقول لكم هنعمل ايه. زي ما حضراتكم شايفين كده، الرز ابتدى يشرب المية بتاعته. طبعا ايدك ما تتشالش من الحلة علشان ما يتلسهاش الرز تحت. كده الرز ابتدى يشرب الميه بتاعته، هقول لك هنعمل ايه بعد كده، خليكي معايا. كده زي ما حضراتكم شايفين الرز ابتدى يلف معايا، وخلاص الميه قربت تخلص. عندي لتر لبن كامل هنزل بيه بالشكل ده، هسيبه شويه وتعالوا معايا اقول لكم الخلطه السريه اللي بتتعمل في محلات الرز بلبن، او اللي انتوا بتاكلوه بره في المحلات، خلطه وهميه. هسيبه بقى يتسلق براحته، هوطي النار عليه خالص. كده اللبن بتاعي ابتدى يغلي بعد ما حطيته. طبعا السكر يا جماعه دي اذواق، في ناس بتحب السكر زياده، في بتحبه مظبوط، في بتحبه ناقص. الوصفة دي بتاخد تقريبا كوباية الا ربع، وهقلب كويس بالشكل ده عشان اتأكد ان السكر داخل. يلا تعالوا عشان نشوف الخلطة السحرية بتاعتنا. طبعا انا بعتذر جدا لانه الكاميرا كانت اوف وانا بشتغل، فانا ما خدتش لبالي. دي الخلطة السرية بتاعت الرز بلبن اللي بتتعمل في اشهر المطاعم. الخلطة دي عبارة عن كوباية لبن، كيس كريم شانتيه، طبعا انا فضيته، معلقتين لبن باودر، وثلاث معالق قشطة، وكيسين فانيليا. طبعا انا بعتذر جدا جدا، كان نفسي تشوفوها، بس هي عموما يعني الموضوع مش صعب خالص، هنزلها لكم في صندوق الوصف المكونات بتاعتها. كوباية لبن، كيسين فانيليا، كيس كريم شانتيه، 3 معالق قشطة، ومعلقتين لبن بودرة. وحطيت المكونات دي كلها على بعضها وقلبتها بالشكل ده، وهقول لكم هنعمل ايه. زي ما حضراتكم شايفين كده انا نقلته على العين الاوطى شوية، وطبعا ايدي ما طلعتش من الحلة علشان ما يتلسعش تحت. وده المكون السحري بتاعي اللي انا جهزته، اللي انا قلت عليه. هبدا انزله كده بالشكل ده، زي ما حضراتكم شايفين. وهقلب تاني، وهنسيبه برده شويه كمان، وارجع لكم لما نبدا نصب. كده الرز بتاعنا، الرز بلبن بتاعنا جاهز ان انا اغرف. انا بدخله الفرن بس علشان ياخد لون. انا بعمله طبعا، بعمل في طواجن صغيره، وبعمل في طاجن كبير بقطعها زي قطعه الكيكه، هوريلكم ازاي. طبعا كل شويه، اما كل ما هيبرد هتلاقيه يمسك شويه بالشكل ده. انا حامله الطاجن ده بالشكل اللي احنا شايفينه،
بتبقى زي قطعه الكيكه بالظبط، وطبعا دي بتبقى افضل لانه مش كل الناس ممكن تخلص طبق كبير زي ده او طاجن زي ده، فهو الافضل ان انت تقطعيها على حسب الرغبه. يعني لو طفل صغير تديله حته صغيره، يعني طبعا ده وجهه نظري واللي انا بعمله اصلا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هعمل كمان الطاجن ده زي ما حضراتكم شايفين، احنا ملينا الطاجن الكبير واتنين طواجن صغيرين زي ما انتم شايفين. هدخلهم الفرن حالا دلوقتي واوريه لكم بعد ما تخرجوا. كده يا بنات، بعد طاجن الرز بلبن ما خرج، الطاجن الكبير والطواجن الصغيره، يا رب وصفتي تكون عجبتكم النهارده. ما تنسونيش في اللايكات يا بنات عشان انتوا دايما ناسيين في اللايكات. اتمنى اكون افدتكم، اتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم ايه، وتقولوا لي فعلا لقيتوا الطعم اللي انتوا بتاكلوه بره في المطاعم ولا لقيتوا حاجة مختلفة. أشوفكوا دايما على خير.